كبير بجسم عيسي. النتائج الأخيرة ما خدمتنا، كنا حابين انه اليوم نراضي الجمهور زي ما حكوها ونلعب كرمال الشعار وكرمال نادي الفيصلي، وحابين كنا نفرح الجمهور اليوم اللي حضر، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله بالخير بالجيات، وان شاء الله الشباب قدموا مسؤولية، ولسه دوري طويل، وان شاء الله ان ربنا بكرمنا بالمباراة اللي جاية. احنا طبعا اخوان، وبالنهاية بتجمعنا كرة القدم ما بتفرقنا. الحمد لله رب العالمين، احنا قدرنا نرجع كمان مره على المباراه، كنا تاخرنا كمان، لكن الحمد لله لسه متصدرين، لسه مشوار طويل، فريقنا لسه باحسن حالاته، وان شاء الله يعني المباريات الجايه نقدم افضل مستوى. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. ديربي جميل، الوحدات ادى والفيصلي ادى، تعرف اجانا ضربه جزاء كان ممكن تحسم المباراه في وقت يعني كان قاتل، لكن قدر الله ما شاء فعل. الله يعطيهم العافيه الشباب، والحمد لله رب العالمين. بهمنا كان الامور تطلع بالديربي يعني بشكل لائق طليق بسمعه الكره الأردنية بجماهير الكرة الأردنية، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. كنا أفضل في مجريات المباراة كاملة، ضيعنا ركلة جزاء في دقيقة 75 كانت مؤثرة جدا، أنا ضيعتها. بشكر الجمهور اللي ساندني، جمهور كبير وجمهور عريق بيقفر للاعبه بالمواقف الصعبة، بشكرهم أنا، وبوعدهم أنه أنا أقدم أقصى إشي عندي في المباريات القادمة.